أيهما أفضل يا شيخ، قراءة القرآن على القبور أو الدعاء للميت عند قبره، وما حكم قراءة القرآن في ذلك؟ قراءة القرآن عند القبور بدعة، ليس فيها أجر بل فيها إثم، لأنه لم يرد بذلك دليل. أما الدعاء للميت عند القبر فهذا مشروع، أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تدعو له، أو بعد الدفن تقف على قبره وتستغفر له، تسأل الله له التثبيت، هذا كله وارد لا بأس. دعاء للميت عند قبره هذا أمر مشروع. نعم.